سمر، أول شي بينتظروه الأهل من طفلهم هي إنه يقول كلمة ماما وبابا، وهي أول كلمة هيك بينطروها بفرح وسعادة بس يسمعوها. أكيد هيصير سعادة الأمهات والآباء يمر تطور النطق والتطور اللغوي عند الأطفال بمراحل عديدة خلال أول سنتين من عمرهم، من رغم من انه كل طفل بيختلف عن الطفل الثاني بسرعة نموه وتطوره وايضا بنطقه. يعني تحديدا كثير من العوامل المشتركة بتلعب دور بتطور النطق عند الاطفال. هدى التفاصيل والمعلومات رح نتعرف عنها مع ديما أولى اخصائية نطق وتقويم كلام. يسعد صباحك ديما واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم يا رب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك ديما. اهلا فيكم. بالبدايه كل الاهل بينطروا الكلمه الاولى من ابنهم او بنتهم، بدهم يحكوا مثلا بابا ماما اول كلمه، بس عم بيصير في عنا تفاوت بين طفل واخر. خلينا نحكي شو السبب، يعني في اطفال بيتاخروا في اطفال بيحكوا بكير. هلا نحن بشكل عام عنا معدل نمو طبيعي للتطور اللغوي، خلاله ممكن الطفل ينطق الكلمه الاولى او يطالع الاصوات الاولى، فطالما هو خلال هذا المعدل فهو طبيعي. بس في أطفال عم تطلع عن هذا المعدل فهون بيكون في تأخر. يعني مثلا نحن عنا مراحل لتطور النطق واللغة عند الطفل. ببلش الطفل ببداية أشهر الأولى بالبكاء، هذا كمان صوت نحن بنعتبره من عوامل تطور اللغة. يعني في أطفال ما بتبكي مثلا فهون في عنا مشكلة، فدائما أول شيء نحن بنبلش بالبكاء. بعدين الطفل بعمر تقريبا الشهرين ببلش بالضحك، ببلش يطلع أصوات نحن بنقلها هدية للحمام، فبين شهرين وست شهور بيطلع هاي الأصوات. هلا بعمر الست شهور ببلش يطلع شيء بنقله مناغات أو بقبقة، ببلش يكاغي. طبعا في أطفال قبل، فمثلا إذا نحن عنا طفل وصل للست شهور أو سبع شهور ولسه ما ضحك أو ما طلع هاي الأصوات فهون أكيد في تأخر ولازم ندور عليه. فنحن لازم أي تأخر حتى من عمر صغير نعرف سببه لما نحن نكون عارفانين شو هي هي المراحل. فبعد ما الطفل يبلش بالمناغات بعمر تقريبا من الست شهور، ببلش بعدين يطلع أصوات مكررة بابا تاتا تاتا بعمر تقريبا 8-9 شهور، بعدين بقى على السنة ببلش يطلع كلماته الأولى. فنحن إذا عنا طفل فرضا قطع السنة ولسه ما بلش يطلع هاي المقاطع اللي هي بابا اللي هي مفروض من 8 شهور 9 شهور يطلعها، فهون أكيد نحن عنا تأخر بدنا نتابعه ونعرف شو سببه. يعني يا ديما كثير من العوامل مثلا ممكن ينسبوها هيك بشكل اجتهادات شخصية دون الرجوع لأخصائيين، منها مثلا أحيانا تكون نفسية بيقولوا ممكن. يعني في شغلة هيك كان ضحكنا كلنا ياتنا سوا، إنه أجيبوا له بيت حمام فري للولد خليه ينطق. يعني هذا الشيء يعني خلينا نقول من زمان أوكي، ولكن هلأ المراحل اللي وصلنا فيها اكيد مو بالحمام الفري. هلا لحد الان بعض الاهالي بيجوا بيسالوني انه اذا اعطينا طفلنا بيض الحمام بقول لهم اتركوا الحمام بحاله. عن جد؟ اكيد نحن في عنا اسباب، دائما في اسباب لتاخر النطق، نحن بس نعرف شو السبب بنعالجه. دائما اذا ما عنا اي اعاقات او اي امراض او اي اسباب صحيه ما بيكون السبب دوائي او مو لازم نحن نعطي الطفل شيء، بيكون السبب العلاج هو بالتدريب والتاهيل. يعني في اسباب الطفل بيتاخر فيها عن النطق، مثل مثلا اسباب عضويه او صحيه. يعني مثلا كثير اهل بيكون طفلهم عنده مشكله سمع وما بيعرفوا، بيقطع السنه وسنه ونص وسنتين والطفل عنده ضعف سمع، فلهيك هو ما عم بيطور لغه. فبس نحن نعرف المشكله ونحلها ونعالجها سواء هي التهابات او هو بحاجه معين سمعي، نحن بنقدر يبلش الطفل يطالع اصوات. بس نعرف نحن شو السبب بنقدر نلاقي الحل المناسب. احيانا بتكون الاسباب بيئيه، يعني مثلا طفل طول الوقت محطوط على التلفزيون او على الموبايل ما في حدا عم بيحكي معه، فهون الطفل ما راح يطلع كلمات بسهوله. أكيد. خلينا نحكي ديما عن مخزون الكلمات بعمر السنتين، شو هي وشو هو لازم يكون عند كل الأطفال؟ يعني هل بده يكون واحد؟ هلا هو مثل ما قلنا بمراحل التطور اللغوي في عندنا معدل عالمي للتطور الطبيعي، في معدل وسطي لعدد الكلمات بكل عمر، بس يعني مو إنه كل طفل حيكون عنده نفس المخزون، في أطفال أكثر أطفال أقل، بس في حد وسطي. مثلا نحن بعمر
خلينا نقول من الست شهور للسنة بيحكي الطفل حوالي ثلاث كلمات، يعني بعمر السنة بيكون عم بيقول بابا ماما مي، دول كلمات البسيطة. بعدين من السنة للسنة ونص بيكون الطفل أقل شيء قادر يكون 20 كلمة. بعدين من السنة ونص للسنتين مفروض يكون قادر يكون حوالي 150 كلمة. بعدين من السنتين لسنتين ونص حوالي 375 كلمة. ومن السنتين ونص لثلاث سنوات 450 كلمة. هذا معدل، يعني هذا معدل ما لازم الطفل يكون أقل منه، بس ممكن في كتير أطفال بتكون أكثر من هيك بعمر السنة ونص أو بعمر السنتين. نعم، يمكن المشاكل ديما منها نفسية ومنها فيزيولوجية أيضا، لازم نحن نعرف السبب لنقدر نحن نساعد الطفل. يعني كثير من الأشخاص بيجوا لعندي أنه أحيانا أنه ابني لسه ما نطق هذه الكلمة، دون ما مثلا الرجوع لخلينا نقول طبيب أخصائي أطفال داخلية أو شيء، هل قديش ممكن توجهي أنت لهذا الموضوع؟ يعني طبعا بعد ما تشوفي الشغلات النفسية عند الطفل، أحيانا الخوف ممكن يكون متعرض لصدمة، طفل خوف كان تخلي عنده. هلا نحن لما انا يعني بنصح كل الاهالي لما يلاحظوا انه طفلهم متاخر بالكلام، او دائما الام بيكون عندها شعور داخلي، انا دائما هيك بقول، بس المحيط اللي حواليها بيقول لها انه لا استني بكره بيحكي، ابوه هيك كان، امه هيك كانت، ما بعرف، يعني بيضلوا بياخروا الموضوع. فدائما الاهل بيكون عندهم شعور انه الطفل مو مثل باقي الاقران، وهذا شيء مهم. يعني نحن مهم نقارن بالأقران، بس ما نخلي الطفل إنه ليك لازم يكون مثل فلان أو مثل هذا الطفل، لا، بس نحن لازم ننظر إنه هو ماشي مع مجموعة الأقران العاديين ولا هو متأخر. وطبعا في فروق فردية، يعني كل طفل عنده قدراته بالنهاية وبيمشي من خلالها. هلأ أنا بوجه الأهل بالبداية دائما دائما يروحوا عند أخصائي نطق دائما، لأنه أحيانا ما بيكون طبيب الأطفال دائما أو الداخلية هو عنده إلمام بهذا الموضوع للأسف. فكتير كتير أهالي بيجوا بيكون طبيب الأطفال الداخلية قايل لهم استنوا وبيحكي، فتمام. فطبعا دائما أهل الاختصاص هن اللي قادرين يوجهوا، فأنا دائما بنصح أنه نحن نروح عند أخصائي نطق، وهو ممكن من خلال الاختبارات اللي بيعملها بيعرف وين لازم يوجه، ممكن طبيب عصبية، ممكن طبيب أذنية، ممكن يبلش بجلسات تدريب نطق. فدائما نحن لما نحس في تأخر نطق دائما أول شيء نروح عند أخصائي النطق. أكيد. خلينا نحكي نصائح أخيرة لكل الأمهات اللي عم يسمعونا اليوم، إمتى بتحس الأم لازم أنه تأخذ طفلة عند أخصائي؟ إمتى لازم أنه تحكي مع طفلة أكثر؟ إمتى حتكتشف هي مشاكله؟ كنصائح أخيرة. هلا نحن كنصيحة مهمة كتير إنه الطفل من عمر اليوم هو عم يكتسب لغة، يعني نحن الطفل لما يكون عمره يوم هو عم يكتسب لغة، عم يسمعنا، عم يخزن. فنحن نحكي مع الطفل من عمر اليوم اللي بيجي فيه كأنه شخص موجود، يعني ما نعامله على إنه هو جماد أو هو أي شيء، يعني خلاص تعال يعني نطعميه أو نحفظه أو نلبسه بدون ما نحكي معه. إحنا لازم أول شيء نضل عم نحكي مع الطفل بكل شيء عم نعمله معه باستمرار. ثاني شيء لما منلاحظ أي تأخر عن المراحل الطبيعية اللي ذكرناها بالتطور اللغوي أو بالمشاكل أو بعدد الكلمات، لازم دغري نلجأ لأخصائي نطق وما نستنى وما نقول إنه بكرة بيحكي وبعده بيحكي. نحن كل ما كسبنا يوم لصالح الطفل نحن بنقدر نساعده ما يتأخر بالمدرسة، ما يتأخر بعلاقاته الاجتماعية، لأن اللغة هي أساس التواصل الاجتماعي. ديما شو حابة تضيفي قبل ما نختم؟ أي شيء حابة تضيفي أو تقولي لكل اللي عم بيتابعنا هلأ؟ هلا انا حابه اقول انه اول شيء ما نتاخر ابدا عن الطفل اذا حسينا باي تاخر بالكلام، ما نهمل ابدا الفحص السمعي، لانه كثير مشاكل نطق بيكون سببها فحص سمعي، وبكثير من بلدان العالم صار الفحص السمعي عند الولاده هو امر بديهي، يعني الطفل بس ينولد دغري بيعملوا له فحص سمعي حتى ما يتاخر باي مرحله من مراحل النمو. نحن بلشنا بهذا الشيء، يعني عم يعملوا ببعض المشافي فحص سمعي، بس لازم الأهل يكون عندهم وعي. يعني ما أوصل ليوم أنا يجيني طفل عمره مثل ما بيصير هلأ 5 و6 سنين والأهل ما عارفانين أنه هو عنده أنه ما بيسمع أو عنده ضعف سمع، يعني ما نتجاوز هاي المرحلة. أكيد. متشكرك ديما، متشكر وجودك معنا، شكرا لنصائحك القيمة. شكرا لك. شكرا لك ديما، وشكرا لهالمعلومات اللي قدمتي لنا إياها.